مزموري وإنجيلي العشية. المزمور: لم يترك إنسانا يظلمهم، وبكت ملوكا من أجلهم قائلا: لا تمسوا مسحائي ولا تسيئوا إلى أنبيائي، هللويا. من إنجيل معلمنا لوقا البشير. وفيما هو يتكلم سأله فريسي أن يأكل عنده، فدخل واتكأ، وأما الفريسي لما رأى تعجب أنه لم يغتسل أولا قبل الأكل. فقال له الرب: أنتم الآن أيها الفريسيون تنقون خارج الكأس والصحفة، وأما داخلكم فمملوء اختطافا وخبثا. أيها الجهال، ليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ بل أعطوا ما عندكم صدقة، وها كل شيء يتطهر لكم. ولكن ويل لكم أيها الفريسيون، لأنكم تعشرون النعناع والسذاب وكل بقل، وتتجاوزون عن الحق ومحبة الله. وكان يجب أن تفعلوا هذه ولا تتركوا تلك الأخر. ويل لكم أيها الفريسيون، لأنكم تحبون المجلس الأول في المجامع والتحيات في الأسواق. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، فإنكم مثل القبور التي ليست ظاهرة، والناس عليها ماشون ولا يعلمون. فأجاب واحد من الناموسيين وقال له: يا أيها المعلم، عندما تقول هذا تشتمنا نحن أيضا. أما هو فقال: وأنتم أيضا أيها الناموسيون ويل لكم، لأنكم تحملون الناس أحمالا عسرة، وأنتم لا تمسون الأحمال بإحدى أصابعكم. ويل لكم، فإنكم تبنون قبور الأنبياء وآباؤكم قتلوهم. فأنتم إذن تشهدون وتسرون بأعمال آبائكم، لأنهم هم قتلوهم وأنتم تبنون قبورهم. ومن أجل هذا أيضا قالت حكمة الله: إني أرسل إليهم أنبياء ورسلا، فيقتلون منهم ويطردونهم كيما ينتقم من هذا الجيل لدم جميع الأنبياء المسفوك منذ إنشاء العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا بن براشيا الذي أهلك بين المذبح والبيت. نعم، إني أقول لكم إنه سيطلب من هذا الجيل، والمجد لله دائما.